يستطيع الطلاب العودة إلى المدرسة بسبب الوضع المزري التي تعانيه الآن. لو بقيت على وضعها السابق أفضل مما هي عليه الآن، لأن في طابق عمل عبارة عن كله حديد، وانت بتعرف شو معنى حديد يعني في أشغال البناء، أي طالب ممكن يتعركل أو يعني يقع نتيجة هذا الوضع وينجرح، أو ممكن يعني يصاب بإصابة خطيرة. مهتمين هان وحابين يعني يتوسع، يكون عندنا مختبر حاسوب، مختبر يعني علوم، يكون عندنا مكتبة. هاي المدرسة ما فيها مكتبة، ما في موضع لمكتبة، يعني نتأمل إن تكون هذه الغرف كمان نستخدمها، وإحنا بحج يعني بأمس الحاجة لهذه الغرف. فللأسف يعني هذا يعني قرار الوقف يعني أزعجنا كثير.